شكون اللي ما يحبش البيتزا؟ كامل نحبوها، بصح على بالك بلي كان طعام الفقراء، تبع تفهم. كانت البيتزا تعد طعام الفقراء لأنها كانت عبارة عن عجينة وإضافات من صلصة الطماطم، وبالتالي كانت وجبة سريعة ورخيصة. ونعرفوا بلي إيطاليا هي المشهورة بالبيتزا، وكانت صنعت فيها لأول مرة في مدينة نابولي خلال القرنين 18 و19، بصح قصتها الحقيقية بدأت عام 997 قبل الميلاد، بحيث أن المصريون القدامى والرومان كانوا يأكلوا الخبز المسطح مع بعض الإضافات فوقه. اليونانيون كانوا يأكلوه مع طبقة من الزيت والأعشاب على سطحه بطريقة مشابهة لطريقة تحضير البيتزا. وفي عام 1889 زار الملك الفرنسي أمبرتو الأول وزوجته مارغريتا مدينة نابولي، وحبوا يجربوا البيتزا، فطلبوا مجموعة متنوعة منها من مطعم اسمه براندي في نابولي. الملكة الفرنسية عجبتها بزاف بيتزا الموزاريلا اللي كانت عبارة عن فطيرة بالجبن الأبيض وأوراق الريحان الخضراء والطماطم، ومن هذاك التاريخ سماها بيتزا مارغريتا. معلومة أخرى أن البيتزا ما كانتش من الأطباق المشهورة، بصح انتشرت على نطاق واسع بعد ما نقلها المهاجرين الإيطاليين إلى المجتمع الأمريكي، وتم افتتاح أول مطعم للبيتزا في أمريكا سنة 1905 في شارع الربيع بحي ليرل إيطاليا بنيويورك. إذا عجبتك المعلومة تاع اليوم ما تنساش تقول لنا في التعليقات.